مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وسط. نتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم، بالاضافه طبعا لمتابعه الاهم واخر الاخبار المغلوطه والشائعات. وخلوني اطرح عليكم واحده من الشائعات اللي تابعناها وعرفنا اصل هذه الشائعه. فوصل يعني تداول بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قائمه منسوبه لهيئه الاسعاف المصريه تشمل اسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، لكن الحقيقة كما أكدتها وزارة هيئة الإسعاف المصرية التي أكدت أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجانا دون تحمل المريض أي أعباء مالية، وباعتبارها حقا أصيلا للمواطن يكفل له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف 123 أو 123 مجانا، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسيع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقا للتقارير الطبية المعتمدة، مثل حالات غسيل الكلى وعلاج الأورام، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات أو في المحافظة التابع لها هذا المريض العاجز عن الحركة. ومشيرة إلى أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع 125 جنيه خدمة النقل داخل المحافظة، و100 جنيه لكل ساعة انتظار، 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه. طبعا دي كانت شائعة النهاردة تابعناها. إذن الإسعاف تنقل الحالات الطارئة والحالات العاجزة عن الحركة والتي تعتمد على تلقي علاج متكرر زي غسيل الكلى والأورام بالمجان، والحالات التانية زي ما قلنا 125 جنيه لخدمة نقل داخل المحافظات، والأسعار اللي قلناها لكم بشكل تاني. طيب خلونا ننتقل على موضوع حلقة اليوم. وطبعا منذ أيام شهدنا نهاية مأساوية لبعض الشباب المصريين اللي ماتوا في عرض البحر في أحد القوارب اللي كانت بتنقلهم في هجرة غير شرعية، وما زالت عودة تاني لنفس الفكرة في الهجرة غير الشرعية، وللأسف الشباب يروح بدون عودة، ولو راح وصل حتى للشط التاني في أمان فما زال بيتعرض لإهانات، وما زال ممكن يتعرض للموت بسبب حرس الحدود في أي دولة من الدول وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا فكرة، طبعا احنا كنا متابعين امبارح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي والعمل، ودي من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان اللي مصر بتعتمدها، هنتكلم عليها النهاردة في همزة وصل، وهيكون السؤال كالتالي: كيف توفر حياة كريمة بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم، أعيده عليكم مرتين تانية: كيف توفر حياة كريمة بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية؟ إذن مشاهدينا الكرام، ده موضوع حلقة اليوم. خلونا نخرج لتقرير سريع حول موضوع هذه الحلقة، ثم نبدأ التواصل مع ضيوفي عبر الهاتف وضيوفي أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قول للأستاذ شريف، من يومين كان جايب ولي أمر لطالب من الهجرة غير الشرعية في 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 إيطاليا في إعدادي. تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يخليه يفكر وهو في إعدادي يهرب من مصر ويروح السلوم ويطلب من والده 25,000 جنيه؟ انا مش هتكلم على الاسره خالص، انا هتكلم على دور المؤسسات الدوله. هل الاعلام بتاعنا، هل التعليم بتاعنا، هل المؤسسات الدينيه بتاعتنا اللي هم اللي بيشكلوا الوعي والراي لدى مواطنيها، هل بالطريقه دي اللي اولاد في سن 14 15 سنه يسيب مصر ويروح عشان هو ما عندوش امل في بكره بتاعه، فرايح يستفيد من القوانين اللي موجوده في ايطاليا؟ على مدار 6 سنوات لم تتوقف الدوله المصريه عن هدفها في محاربه الهجره غير الشرعيه التي تودي بحياه الاف الشباب المصري
قبل بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عزم أمره رفقة مؤسسات الدولة لا سيما وزارة الهجرة بالقضاء على هذه الظاهرة التي يلجأ لها الشباب المصري في العديد من القرى النائية والفقيرة لمواجهة أعباء الحياة. كانت بداية الجهود المصرية في هذا الملف في يونيو من عام 2016 حيث ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الإتجار بالبشر، وتبنت مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية حتى أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع كلا الملفين في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية حتى استطاعت القضاء عليها بشكل تام. ويقول خبراء إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ونهج المبادرة من شأنه المساهمة في القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية للشباب، لأنه لا يبحث فقط عن وظائف أفضل ولكن يحتاج إلى الخدمات الاجتماعية. كما اتخذت مصر إجراءات شاملة لمنع الهجرة غير الشرعية ليس فقط بمراقبة الحدود التي يستخدمها المهربون ووضع الإطار القانوني، ولكن بتوفير طرق وبدائل لحماية الضحايا ومنعهم من اللجوء إلى المهربين. تابعنا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير السريع حول موضوع حلقة اليوم. نبدأ التواصل تحليل لموضوع هذه الحلقة مع ضيوفي عبر الهاتف، وأبدأ بدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور أحمد تحياتي. صباح الخير، أهلا وسهلا المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك متخصص في القانون الدولي وعضو مجلس قومي لحقوق الإنسان، تحب نبدأ من حقوق الإنسان ولا من الناحية القانونية؟ اسمح لي أبدأ من حقوق الإنسان وفكرة التمكين الاقتصادي هو الأساس عشان ما نوصلش الشباب إن هم يهجروا هجرة غير شرعية. أعتقد ده صحيح طبعا في إطار الاستراتيجية وفي إطار حياة كريمة. شايف فكرة إن احنا نوقف الهجرة غير الشرعية إزاي؟ لما طبعا زي ما قلت سيادتك إن العامل الأساس في يعني تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية وغير ذلك من الأمور بيرجع إلى عامل اقتصادي أساسا، لأن الإنسان لو هنا مثلا عنده فرصة عمل مناسبة ودخل مناسب ليه يسيب أهلي واخرج بره؟ ودي مغامرة كبيرة جدا. صحيح، لأنه ممكن يفشل بره ويرجع تاني، ده ممكن يفقد حياته أصلا في الطريق قبل ما يوصل، يعني ممكن في الطريق زي ما أنت بتقول البحر يبلعه ولا المركب تغرق ولا حاجات زي كده. نعم. وغير كده بيبقى اغلبهم يعني بيبقى مستلف مبالغ ضخمه جدا يعني عشان يعني يهرب ويخرب ويخرج بره، فبرضه لما يرجع فاشلا بيبقى ده برضه امر عبء عليه كبير جدا وعلى اسرته. فاذا العامل الاقتصادي بيلعب دور كبير جدا في هذا الخصوص، لكن برضه العامل التوعوي والعامل اللي يعني اقناع الانسان بان ده هذا الامر من الامور الخطيره ومن الامور اللي يعني التي لا يجوز اللجوء اليها، ممكن برضه حتى ولو كان فقيرا. نعم. ممكن يقنع بمستوى معيشي معين اقل بدلا من هذه المغامره. يعني دكتور احمد، يعني في حواراتنا سابقه وكان في شباب فشلوا ان هم يطلعوا والحمد لله رجعوا او اتقبض عليهم او اتمسكوا وكانوا سالمين، وبعد شهر لقيناهم بيطلعوا تاني، وبعد شهر فشلوا وبيطلعوا تالت، وكل مرة يدفعوا فلوس جديدة. ايه الفكرة في هذا؟ يعني حتى كلمني من الناحية القانونية، اذا وصلوا للبلد اللي هم فيها التعامل معهم ممكن يكون بشكل صعب او بان هم متسللين، وكمان الان في اوروبا قصة الارهاب كمان عاملة لهم رعب، فعمل لهم فكرة ان هم ممكن يتعاملوا مع هؤلاء الناس على انهم ارهابيين. هو طبعا زي ما انت بتقول لما بيوصلوا الى البلد اللي هناك طبعا هو جاي بطريقة غير مشروعة، معهوش تأشيرة دخول مثلا، ممكن ما يكونش معاه يعني باسبور اصلا، وممكن معهوش باسبور وحتى بيتخلصوا منها في اثناء الطريقة وقبلها وحاجات زي كده، واخد بال حضرتك؟ طبعا التعامل معاهم هناك، السؤال اللي انت اثرته، التعامل معاهم ان دواء داخل عندي بطريقة غير مشروعة، وانت عارف ان اي دولة لها السيادة على اقليمها طبعا، وبالتالي لا يجوز الدخول
إلى هذا الإقليم إلا من المنافذ الشرعية ومن يعني المخارج والمداخل المسموح بها لأي بالشكل القانوني الصحيح اللي بتقبله كل دولة طبعا مواطن أو أجنبي حتى بينطبق هذا على المواطنين واخد بالك. فإذا أما بتقبض عليه هناك بيتقبض عليه هناك هو طبعا المهاجر غير الشرعي إنسان نعم. فطبعا لازم تعامله بطريقة إنسانية في حد أدنى للتعامل نعم. مع الشخص حتى ولو كان مهاجرا غير شرعي. يعني مثلا حقه في الحياة نعم. الحق في مثلا إن هو يمارس شعائره الدينية لغاية ما 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 خرجوا برا طبعا. في حقوق أساسية ما أقدرش أخرج عنها. إنما طبعا زي ما أنت أثرت يمكن فكرة الدول الأوروبية وكثير من الدول الأخرى بتاخد الآن بإني إن من يدخل بطريقة غير مشروعة أرجعه على يعني بطريقة مباشرة ما دخلوش البلد وده اللي هو مبدأ principle of non-refoulement اللي هو إيه أو refoulement اللي هو يرجع اللاجئ على ذات الوزيلة دي على الطيارة دي أرجعه على الطيارة دي جاء السفينة دي أرجعه على السفينة دي تسلل ودخل جوه يبقى بحاول أمسكه وأرجعه. طيب الجزء الثاني وفكرة لو إحنا فرضنا إن الناس دي نجحت وإن هم يدخلوا أي بلد من البلدان ديت ويعيشوا فيها سنة 2-3-10 بس هم بيعيشوا مطاردين وبيعيشوا تحت دائرة الاستغلال دايما لأن هم غير قانونيين ولو مثلا العامل بياخد بنقول مثلا 10 يورو في الساعة هو ممكن ياخد 3 بس مش حتى مش هياخد الخمسة. طبعا دي مظهر من مظاهر الاستغلال يعني السيء للمهاجر غير الشرعي نعم. وزي ما قلت انت هو بيقنع بكده لانه عايز يستمر شايف برضه ده برضه وراه العامل الاقتصادي شايف ان الثلاثة يورو اللي انت قلت عليهم دول بدل 10 افضل له من ان هو مفيش خالص واخد بالك. فدي ممكن هي ايه تكون يعني دافع ليه على الاستمرار. وطبعا زي ما انت عارف هم بيتخفوا وبيقعدوا في اماكن يعني طبعا بعيد عن ساعات بتكون غير ادميه صحيح هو اماكن غير ادميه بتلاقي في الحجره ممكن 20 واحد نايمين عشان طيب. يوفر ما خلينا اسالك يعني. دكتور احمد يعني من تخصصك في كعضو مجلس قومي لحقوق الانسان هذه الظاهرة الخطيرة اللي احنا ممكن نفقد فيها شبابنا اللي هم العامل البشري المحرك اصلا لاي دولة في الدول ممكن نعمل لهم ايه علشان بشكل قانوني وبشكل توعوي يعني اديني مجموعة من الحلول اللي انتوا دايما بتطرحوها. لا هو طبعا انت عارف دوا شباب وزي ما انت قلت دوا هو المحرك مطور اي بلد مطور نعم. اي مجتمع وسيلة دفعه الى الامام هي شباب هذا البلد او اي بلد اخر. طبعا يعني الحل الاساسي هو معالجة الاسباب التحتية نعم او جذور المشكلة نعم. ايه الدوافع اللي بتدفعهم وانت بدأت بالعامل الاقتصادي وده اهم العوامل صحيح واخد بالك. ممكن برضه في هجرة شرعية لاسباب سياسية ان هو مش عايز يقعد في بلد وهو مختلف مع النظام الحاكم او حاجات زي كده دي حاجات تانية. انما العامل الاساسي والملاحظ بالنسبة للهجرة غير الشرعية هو عامل اقتصادي. اذا البحث في الجذور التحتية وفي اساس هذه المشكلة توفير مع يعني فرص عمل توفير تعليم مناسب توفير يعني دخل مناسب للشخص مسكن ملائم وتعرف الدولة دلوقتي عمالة تنشأ يعني نعم. مساكن كتيرة هذه برضو بتحل هي جزء ولو جزء من المشكلة العمل برضو لكن برضو لا يجب ان احنا نعم. نعرف ان اي نظام حاكم ما هيقدرش يحل كل المشاكل 100% مع طبعا. البطالة مثلا موجودة في كل الدنيا عدم وجود مسكن ملائم موجود في كل الدنيا. المهم تتخذ الاجراءات. طيب اسمح لي اسألك هنا في هذا الاطار يعني عشان نربط فكرة ان النظام السياسي والحكومة طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا ولأول مرة في العالم تطلق استراتيجية ويطلق مشروع بضخامة حياة كريمة ان انا بصلح تقريبا حياة 56% من الناس يعني احنا بنتكلم على 56 مليون بني آدم. ده هل ممكن يحل جزء او هل ده خطوة او هل هي الحل يعني انت شايف هذا ازاي هذه حياة كريمة هذه المبادرة تقدر تساعد ونركز على هذا الملف.
لا طبعا، يعني اذا يعني الزكاه الاستراتيجيه وهي طبعا موجوده، ان هي توفير حياه كريمه، ده امر طبعا بالقطع سيقلل من فرص اللجوء الى الهجره الشرعيه، سيقلل عند قطاع يعني عريض على الاقل من يفكرون في مغادره بلدهم بطريقه متخفيه. بس خلي بالك برضه، خلينا نبقى واقعيين، ان ظروف اي بلد برضه بتتحكم في هذا. طبعا. يعني انا يعني ما اقدرش احل هذا بين يوم وليله، طبعا واخد بالك، يعني 100% لا. فاذا اتخاذ الخطوات والبدء، اذا بدانا في الطريق ان شاء الله نصل الى النهايه، ويتم يعني توفير حياه كريمه لكل، ان لم يكن لاغلب، ان لم يكن لكل ان شاء الله الناس الموجودين في هذا البلد. انا بشكرك دكتور احمد ابو الوفا، استاذ القانون الدولي جامعه القاهره، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومعي انضم الي الان الاستاذ دكتور محمود بسطامي، رئيس شعبه بحوث الجريمه والسياسه الجنائيه بالمركز القومي للبحوث الجنائيه. دكتور محمود تحياتي. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب انا عارف ان انتوا عملتوا ابحاث كتير على فكره الهجره غير الشرعيه، يعني اديني ملخص ليه الناس بتحاول الهجرة غير الشرعية، وازاي ان احنا من الاسباب اللي انتوا وصلتوا لها نبدأ نحد، اهم الاسباب في رأيك ايه؟ طبعا هو بناء على توجهات الدولة لحل المشاكل او الظواهر الاجتماعية وفقا لمنهج علمي، كان انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. نعم. وقبل ما اللجنة تبدأ تشتغل على استراتيجيتها لهذه المسألة وحتى طيب اسمح لي أسألك سؤال سريعا كده، ليه رابطين دايما الهجرة غير الشرعية بالإتجار بالبشر على هامش الموضوع؟ هما الاثنين ظاهرتين. هو هنا حضرتك لما نيجي نتكلم عنها يبقى هنا في ظاهرة تهريب المهاجرين. نعم. تهريب المهاجرين ممكن نعتبر تهريب المهاجرين احدى صور الاتجار بالبشر، ولانه كمان ببساطه من الممكن في ظاهره الهجره غير الشرعيه او تهريب المهاجرين تتحول في الطريق الى احدى حالات الاتجار بالبشر. طبعا. اللي بيتم الاتجار بهؤلاء المهربين او الضحايا في هذه الصوره. عايز اقول لحضرتك انه بناء على ذلك قامت اللجنه بتكليف المركز باعداد دراستين للهجره غير الشرعيه سنه 2016، واحدة منهم لهجرة الشباب والثانية لهجرة الأطفال غير المصحوبين. عملت طبعا دراساتنا دراسات ميدانية تستكشف الواقع بشكله الطبيعي على نعم. أرض الواقع، وبناء على ذلك طبعا حددنا المحافظات اللي تنتشر فيها هذه الظاهرة أو بتخرج منها الهجرات غير الشرعية. بالطبع العامل الاقتصادي بيلعب دور كبير جدا في توجه الناس ناحية الهجرة غير الشرعية. تمام. أو إنهم يقعوا ضحايا لاستغلال عصابات تهريب المهاجرين. بالطبع في مصر مرت في الفترة اللي فاتت بظروف صعبة لحد ما بدأنا نعيد ثاني تأسيس شكل الدولة بشكل جديد بعد من بداية من 2013، وبالتالي مصر بتتعامل مع هذه الظواهر عن طريق فحص، يعني لو جينا نشبهها كده بفكرة عمل الطبيب. نعم. زمان لفترة طويلة جدا كانت سياسات الدولة بتقوم على مجرد توفير مجموعة من المسكنات. نعم. ولكن هذه المسكنات لا تحل المشكلات، لأنها تتعامل مع آثار المشكلات وليس أسبابها. في الفترة الحالية مصر يمكن، ودي صعوبة المسألة، إن احنا بنتعامل مع أسباب هذه الظواهر، وبالتالي بدأت مصر تتجه اتجاهات يعني عملية في التعامل مع الأسباب المختلفة للظواهر المختلفة. بالنسبة للعامل الاقتصادي فطبعا العلاج التنموي من خلال عدد من البرامج اللي بتقوم بها الدولة في الفترة الحالية بيشكل طبعا أهم علاج لهذه الظاهرة. نعم. طيب دكتور، فكرة العلاج محتاجة وقت. دايما بعض سن القوانين ومن الاخر ان احنا بنقول ايه، لازم نقفل الوازع يعني اللي بيساعد على ده، اذا كنت انا مش قادر اقنع الشباب الوقتي وهاخد وقت عبال ما اقنعهم، يبقى لازم يكون عندي قوانين رادعه وقاسيه على اللي بيقوموا بعمليه التهريب والاتجار بالبشر، لان الاتنين فعلا
مرتبطين ببعض بشكل كبير، يبقى أبدأ أحل الأسهل بالنسبة لي، وهو إن أنا أقضي على اللي بيقوموا بعملية النقل. بالطبع بتفق طبعا مع حضرتك، وده توجه الدولة بالفعل، إنه بعد إجراء هذه الدراسات وطرح استراتيجية مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تم العمل على محورين: محور لخفض العرض، وإن أنا أمنع الناس أو أمنع تدفق الهجرات غير الشرعية عن طريق الجهات الضبطية والأمنية، ومن هنا بنسجل طبعا لمصر سبق وتميز واضح، فإن احنا من سنة 2016 لحد النهاردة ما طلعش من عندنا مركب زي زمان. يعني كنا بنسمع كل شوية عن مركب بتغرق وفيها عدد من الضحايا وهكذا. يمكن من 2016 مصر بتسجل انه ما خرجش من الحدود المصرية اي موجات هجرة عن طريق البحر مثلا على سبيل المثال. الحاجة الثانية وده المهم جدا، انه بالفعل صدر قانون لمكافحة تهريب المهاجرين وظاهرة الهجرة غير الشرعية سنة 2016، وبالتالي فمصر ماشية في هذا السياق بشكل منطقي وعلمي تمام. ومن خلال دور اللجنة التنسيقية اللي بتقوم بتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة على اختلاف توجهاتها، مصر بتقدم نجاحات كبيرة في هذا المجال، وهي محط إشادة بين الهيئات الدولية اللي بتتعامل مع هذه القضية. نعم طبعا دكتور محمود، الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر زيها زي الإرهاب من الجرائم العابرة للقارات أو العابرة للدول، العابرة للحدود. للحدود احنا بنتكلم طبعا على دول جنبنا فيها مشاكل كبيرة زي ليبيا. تمام. وإن الناس وليبيا، يعني طبعا حضرتك عارف ان ايطاليا بتشتكي او كانت بتحاول تحل مشكلة ليبيا اساسا، لان ليبيا كانت بالنسبة لها مصدر صداع بسبب الهجرة غير الشرعية. ففكرة ان انا احاول احل مشاكل الدول الصديقة او المجاورة عشان احمي نفسي، دي فكرة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي كتير، وفكرة محاربة الارهاب. هنا ازاي يعني احول هذه يعني هذا الموضوع الى موضوع دولي، مش لازم انا اتحمل مسؤوليته بس، لكن الدول كلها تتحمل مسؤوليته. هو بالطبع احنا المجتمع الدولي بيواجه ظواهر تهريب المهاجرين والاتجار في البشر بناء على وثائق قانونيه دوليه موجوده. نعم. في عندنا بروتوكولين ملحقين باتفاقيه الجريمه المنظمه، واحد منهم بيتكلم عن الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر، والثاني عن الاتجار بالبشر. البروتوكولين بيحددوا التعاون، نظام التعاون الدولي في هذا السياق، وفي منظمات وهيئات دوليه بتتابع هذه القصص، وتقارير كثيره جدا بتطلع حوالين تقييم دور الدول فيما يتعلق بهذه المساله، ونظريات الاقتصاديه. يعني اذا الدوله حتى يعني تقاعست في التعامل مع الظاهره بالشكل المنهجي الدولي المفروض، ممكن يعني تصاب اقتصاديا عن طريق مجموعه من العقوبات او يعني ما الى ذلك. نعم. فيما يتعلق بليبيا بالتحديد، حضرتك بتمس جزئيه احنا اشتغلنا عليها بالفعل، كان في دراسه عملناها بالتعاون مع وزاره الدفاع ووزاره الهجره لدراسه حاله المتسللين عبر الحدود. نعم. وبالفعل انتقل فريق بحثي من عندنا والى السلوم، ودرسنا فعلا الناس دول، وحاولنا نعمل برنامج لتغيير اتجاهاتهم ناحيه هذه المساله، لان حتى المشكله عندنا ان القصه مش مجرد فقط ان الواحد كان بيتسلل لليبيا عشان يطلع على هجره غير شرعيه، ده حتى التواجد في الاقليم الليبي في حد ذاته كان خطر جدا، ويمكن احنا عارفين الحوادث اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. او ان هو ممكن يتاجر بيه بشكل بقى غير شرعي، يبقى هو فعلا يعني زي كده بنقولها بالعامية بقى عبد، هو بيباع ويشترى، وممكن يتحول ان هو يكون ارهابي حتى لو غصب عنه. بالضبط طبعا. لا انا بتفق مع حضرتك تماما انه بالفعل هذه المسألة وخوف مصر على اولادها ادى بيها الى انها تحاول ان تمنع ذلك عن طريق الحدود بشكل كبير، ونجحت في ذلك الى حد كبير. وهنا طبعا بنوجه الشكر لوزارة الدفاع والقوات المسلحة على الدور اللي بتقوم بيه في هذه المسألة في ضوء في لحمايه اولاد مصر، لان احنا شفنا يمكن في واحده بنعمل الدراسه ديت مشاكل كبيره جدا خاصه بالخطوره اللي بيتعرض لها او المخاطر اللي بيتعرض لها المتسللين
انهم زي ما حضرتك بتقول كده من السهل جدا يبقوا ضحيه لجماعات ارهابيه يتم توجيههم او يتاجر بيهم، خاصه لو اطفال وسيدات يرتكب ضدهم جرائم، يرتكب حتى ضدهم جرائم زي اخواننا المسيحيين اللي حصل، حتى الشهيره اللي حصلت وبالتالي او زي ما بقول لحضرتك ممكن يتاجر بيهم بشكل علني زي لو خاصه لو كانوا اطفال او سيدات. بالظبط يا فندم، انا بتفق معاك. طيب هنا نقطه مهمه جدا يا دكتور، الخلفيه اللي عند الناس اللي بتعمل الهجره غير الشرعيه للاسف مش واصله لهم كميه المخاطر، او يمكن من دراساتكم تعرفوا هل واصله لهم كميه المخاطر، وخاصه فكره ان لو اتقبض عليه في دوله اجنبيه وتم ترحيله في الوقت اللي احنا اللي دول العالم دلوقتي بتعاني خاصه من فكره انتقال الارهابيين والمرتزقه بين الدول وبيكونوا بشكل متخفي، اللي هو هيتعرض بشكل كبير للأذية حتى لو ما كانش هو إرهابي فعلا. بالضبط، طبعا بالطبع الكلام اللي بتقوله حضرتك ده سليم مليون في المية. طبعا المسألة أول أنا عايز أتكلم في جزئية، حضرتك طرحت في الأول الجزء الخاص ب هنقول ثقافة الناس ناحية المسألة دي. نعم، هل المسألة توجهات الناس ثقافيه ناحيه موضوع الهجره ولا طالع عشان بعد اقتصادي ولا مصر بتشتغل على البعدين الاثنين، على البعد حضرتك لو تشوف تتابع اللي بتعمله اللجنه مثلا اللجنه التنسيقيه من خلال الوزارات المختلفه فيما يتعلق بتغيير توجهات ثقافيه حتى للشباب في مراكز الشباب والجامعات وغيره، وحتى التجمعات العماليه والاماكن المختلفه من ندوات ودورات تدريبيه بتتم للكوادر اللي بتتعامل مع هذه المسائل لتغيير التوجهات من ناحيه المساله دي وتوضيح مدى المخاطر الكبيره جدا التي يقع فيها اللي بيهاجر بالشكل ده. الجزء الثاني هو الجزء الاهم، هو الجزء التنموي. نعم، حضرتك برضو بعض يعني كثير من الوزارات ما كانش واصل للناس الفرص الكبيره جدا اللي بتتيحها الدوله، وهنا بقى الفجوه. الفرص الدوله بتتيح فرص كبيره جدا للتنميه داخل مجتمعاتهم، المشروعات الصغيره، المبادرات المختلفه اللي بتتقدم، برنامج حياه كريمه دلوقتي في الفتره الحاليه. نعم، أو المبادرة حياة كريمة. أعتقد أن المبادرة دي واخدة الزخم الكبير جدا من توجه الدولة، طبعا تبعا لتوجيهات الرئيس، في التعامل مع الخبايا أو الأسباب المرتبطة بالمشكلات الاقتصادية. نعم، اللي عند الناس، وبالتالي نأمل إن احنا في الفترة الحالية نغير كتير جدا من الأمور المرتبطة بهذه المسائل. إن شاء الله. أنا بشكرك أستاذ دكتور محمود بسطامي رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية، شكرا جزيلا على وجودك معنا وهذا العرض الهام لدوركم في دراسة هذه الظاهرة اللي للأسف بتعرض كتير من شبابنا للموت في البداية، أو إن هم يتحولوا إلى تجارة، إن هم يكونوا عبيد بشكل صريح جدا، سواء سيدات أو أطفال أو حتى رجال، سواء للإرهاب أو للأعمال المنافية. طيب خلوني أرى لكم مجموعة من التعليقات اللي وصلت على صفحة برنامجنا همزة وصل إيجي على الفيسبوك، وهم طبعا ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أبدأ بناهل عبد الفتاح، السلام عليكم. وعليكم السلام. مبادرة حياة كريمة رغم أن الهدف منها هو تحسين جودة الحياة في الريف وعمل قفزة كبيرة في التنمية المستدامة وتوفير الخدمات في الريف مثل المدينة كنوع من العدالة الاجتماعية ورفع مستوى بعض الأسر للخروج من تحت خط الفقر، إلا أنها في ذات الوقت ساعدت على توفير فرص عمل في أكثر الأعمال استيعاب للعمالة، سواء في المشروعات التي تقام في الريف أو في مصانع المستلزمات في المدن. وعليه فقد زاد الطلب خاصة العمالة اليومية، وأيضا تحسنت أحوال المواطنين في أكثر القرى التي كانت طاردة للموارد البشرية، وتم دخول الغاز الطبيعي لأول مرة في الريف المصري، وتم تبطين الترع، وهو مشروع رغم أنه مكلف إلا أنه يستوعب عددا كبيرا من العمالة ويوفر لهم مصدر دخل لأول مرة. نرى صور رئيس مصر في القرى في كثير من المشروعات كما وضعت من قبل في أماكن العشوائيات قبل تطويرها. وحياة كريمة هي الترجمة الحقيقية لكلمة حقوق الإنسان، ولا يوجد رئيس مصري من قبل امتلك مسؤولية قرار تطوير الريف المصري قبل الرئيس السيسي، لأننا جميعا نعلم تكلفة هذا القرار وما يحتاجه من موارد لا تستطيع كثير من الدول الكبرى أن تقوم به، ونحن جميعا نشكر الله أن أعطى مصر رئيسا من الشعب
المصري مثل الرئيس السيسي الذي له عظيم الأجر على ما قام به في تلك المرحلة من اهتمام بأضعف الطبقات التي عانت من تجاهل المسؤولين من قبل، ودائما لم تكن هناك موارد لتلك الملفات. ده كان أول تعليق معانا. دكتور عبد الراضي حجازي التعليق الثاني، وبيقول فيه: كل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ورقمنة الرقمنة بأيدي مصرية، وهو بحث المتميزين للعمل وتحوله من الهجرة الغير شرعية إلى عامل منتج مبتهر. مصر ضربت مثالا في نجاحها في السيطرة كاملة، منع الهجرة وفتح التشغيل لبناء دولة متطورة معاصرة متأصلا في جذورها حب الوطن، فهي عودة الشباب لمسار ممتاز. وفي الغمري بيقول: بالتمكين الاقتصادي للشباب بإقامة مشروعات صغيرة بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالتوعية بالمخاطر لأسر هؤلاء الشباب مع تشديد القوانين على تجار العمالة المهاجرة غير الشرعية التي تعتبر شروع في قتل. محمد الطواب قناوي عاشور: أكيد برأيي توفر حياة كريمة بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية. نعم، توفير فرص عمل والشمول المالي ومنظومة التأمين الصحي الشامل وتحويل الفرد معدوم الدخل ومحدود الدخل إلى إنسان منتج والأسرة المنتجة من إنجازات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. القضاء على الإرهاب وتوعية بالقضاء على الهجرة غير الشرعية بالانتماء وعمل وعلم وعمل، لذلك تعتبر حياة كريمة تمثل بديل آمن لمكافحة الهجرة غير الشرعية. بتوفير منظومة التأمين الصحي الشامل والشمول المالي وتحويل معدوم الدخل ومحدود الدخل لإنسان منتج والأسرة المنتجة وتوفير منحة بطالة للعمالة الغير منتظمة في الأزمات والكوارث. وفي هذا العصر الإنسان قيمته في وطنه، وإذا احتاجت البلدان الأخرى هجرة مشروعة فيجب أن يسلك المرء الطرق السلمية الشرعية كأمان وضمن حقوقه، لأن في عصر أرقمة الأعمال بسهولة معرفة تاريخ كل شخص. ده كان آخر تعليق معايا، وطبعا في تعليقات تانية ممكن تتابعوها على همزة وصل إي جي صفحتنا على الفيسبوك. معي ضيف آخر، معي دكتور فرج عبد الله خبير اقتصادي. معي دكتور فرج. دكتور فرج تحياتي. تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. خلينا نتكلم على التمكين الاقتصادي وتوجه الدولة وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتكلمنا عليه قبل كده في 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 كثير من الحلقات. وفكرة ان احنا يكون عندنا مبادرة زي حياة كريمة هي بتنص اساسا على فكرة التمكين الاقتصادي، مشروعات صغيرة، ان الناس تكون عندها حياة كريمة، مش ولن يكون هناك حياة كريمة بدون ما يكون الناس عندهم تمكين اقتصادي. نعم نعم، تفضل. بداية مبادرة حياة كريمة، أو خلينا نحطه في وضعه الحقيقي، هو البرنامج القومي للنهوض بالمعيشة والحياة الريفية في مصر كلها. نعم. هو برنامج شامل بتتخطى إجمالي مراحله المشروع كله، خطى 700 مليار، رقم كبير جدا وضخم. طبعا. ده ممكن ميزانية من واحدة من الدول الصغيرة. نعم نعم، ودول متوسطة كمان يعني. نعم. هو رقم ضخم. أولا مبادرة حياة كريمة والبرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري، أولا بيعمل على تحسين مستويات التشغيل في الأجل القصير، لأنه بيضم فئات كتيرة جدا، يمكن بتصل ل 52 مهنة وحرفة وقطاع بيشتغل على المبادرة. نعم. وبالتالي ده بيأثر طبعا على مباشرة في مستويات الدخول ل العاملين المباشرين في القطاعات دي، يعني خاصة ان هم هيكونوا من اهالي القرى والنجوع والمراكز اللي هم بيشتغلوا بيها. نعم، بكل بساطة جدا لما يكون في طريق او في مبنى بيتم او محطة بيتم انشائها او صيانتها، بيتم الاستعانة بالعمالة المباشرة اللي موجودة في القرية او في النجعة او في المنطقة دي، وبالتالي بيبقى المبالغ اللي احنا قلنا عليها دي بتتحول الى دخول. نعم. لهؤلاء العمال اللي شغالين، فضلا عن ان هو في الاجل الطويل اصلاح البنية التحتية واصلاح الخدمات العامة بتأثر مباشرة في مستوى معيشة الافراد، الى جانب طبعا تعزيز فرص النمو النابع من الداخل المعتمد على القطاعات الصغيرة والمتوسطة. يعني دلوقتي بيخلي المشروعات الصغيرة اللي مش متشافة اللي مش معروفة في داخل القرى
انها تظهر على الساحه ويكون لها تسويق ويكون لها علاقات او اتصال مباشر بالاسواق المحليه، وبالتالي بيبقى فرص النمو بتبقى اكتر عما هي عليه في الوقت الحالي. يعني بيحسن من مستويات الناس بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في الاجل الطويل. بالاضافه طبعا ان هو يعني ليه بعد مهم جدا، ان هو بيعمل على ضم القطاع الغير رسمي، وبيعمل على تنشيط السوق المحليه، وبيعمل على او البرنامج كله بيحسن من جوده الحياه في الريف. طبعا ده بيخلي القطاع المحلي اكثر جاهزيه للتحول الرقمي، بيكون جاهز. يعني اللي بيتم في القرى هو عمليه احلال كامل لشبكات الطرق الفرعيه، واحلال لشبكات الكهرباء، واحلال لشبكات الفايبر اللي هي خاصه بالاتصالات، وبالتالي بيدي جاهزيه للقطاع الريفي والقطاع المحلي ان هو يكون على استعداد لتلقي اي 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 خدمات جديده بعد كده في المستقبل، او اي قطاعات مساعده في المستقبل، وبالتالي بيدي له فرصه نمو اكبر. نعم. طيب دكتور فرج، خلينا اكلمك على فكره، يعني برضه هنتكلم في حياه كريمه، فكرة الاقتصاد الغير رسمي ومحاولة تحويله لاقتصاد رسمي. نعم. عن طريق ان احنا بنوفر للناس اللي مش قادر يبيع هنحوله لاقتصاد رسمي ويبيع على الانترنت، هنعمل له شمول مالي وهنساعده، والفكرة دي مش واصلة قوي للناس ومش قادرة. دايما لما تيجي تكلم بتوع الاقتصاد الغير رسمي اللي للأسف يعني المصادر الحكومية بتقول ان هو من 40 ل 50، الغير حكومية بتقول ان هو 70%، مش قادر. هو كل اللي فاكره ان هو انت هتاخد منه ضرائب بس، لكن هو مش فاهم الفوائد التانية اللي ممكن من تحويله لاقتصاد رسمي. نعم. هو يعني الأهمية الاقتصادية عالميا لدخول القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، الضرائب دي آخر حاجة ممكن تبص لها الدولة. يعني التجارب الدولية والنماذج الاقتصادية اللي احنا بنشوفها في العالم دلوقتي هي آخر حاجة ممكن تبص لها الدولة، انه لما يبقى يحقق أرباح بعد 5 و10 سنين ممكن تاخد منه ضرائب. تاخد منه ضرائب. الفايدة الأساسية والأهمية الرئيسية اقتصاديا ان انا ابقى شايفه، اوفر له الطاقة اللي هو محتاجها، احط له المناطق الأفضل بالنسبة له، بمعنى انه وده بيحسن من مستوى معيشة الناس طبعا. يعني احنا يمكن شفنا في عملية احلال المناطق الخطرة والمناطق الغير صحيح. اللي سكن فيها غير مخطط الى مناطق مخططة، واحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة الناس هيبقى افضل. يعني ما ينفعش يعمل لي ورشة مثلا في منطقة تكون فيها سكان كتير ويأثر على مستوى الصحة بتاع الناس صحيح. وبالتالي احتاج اعالج مرة تانية، واحتاج ان انا ابني مستشفيات مرة تانية الى اخره. برنامج حياة كريمة بياخد في اعتباره الميزة النسبية لكل اقليم او كل منطقة اقليمية في مصر، بمعنى انه منطقة متميزة في صناعة الاساس، اذا على غرار دمياط الجديدة، على غرار مركز بدر الجديد في البحيرة، على غرار المدينة اللوجستية اللي موجودة في مدينة السادات او الامتداد بتاعها الى اخره من المدن اللي هي على امتداد المدن القديمة. نعم. فبيتم تخصيص وحدات صناعية صغيرة بتحوي، ودي تعتبر بروموشن او مؤشر جيد للحكومة ان هي بتدي بديل، زي مدينة روبيكي لصناعة الجلوس. نعم. بدل المنطقة القديمة اللي موجودة. يعني في النهاية هو هيستفاد ان هو حياته هتتحسن، والدولة هتستفاد ان هي هتقدر تمدله يد العون، وان هو في الاخر التبادل الاستفادة متبادلة بينه وبين الدولة مش فكرة الضرائب. انا بشكرك. نعم. دكتور فرج. نعم. عبد الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وفي النهاية مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، بنتكلم على هجرة غير شرعية، شباب مصر ممكن يتحول الى ارهابي او الى سلعة تباع وتشترى، وفي النهاية ممكن يتعرض للموت او للاهانة بشكل كبير، وحتى لو وصل فكرة النجاح بقت قليلة جدا. نتمنى لكم السلامة، والشباب يعي عندنا فرص كتيرة جدا في الداخل نقدر نحاول ندور عليها، واكيد حياة كريمة والمشروعات المختلفة اللي بتقوم بها الحكومة بتوجهات من السيد الرئيس اكيد تفتح ابواب كتيرة للشباب ان هم يشتغلوا في اي حتة في ربوع مصر.
مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، بشكركم على حسن المتابعة، بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.